سوريا، حيث أكد رئيس مرسي على أهمية توافق الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية والدفع في هذا الاتجاه من أجل إيقاف نزيف الدم السوري والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية ومنع التقسيم الطائفي للدولة. استعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع حضره وزير البترول وممثلون عن وزارتي المالية والداخلية منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية في إطار جهود الحكومة للقضاء على تهريب تلك المنتجات. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المنظومة الجديدة تهدف إلى مراقبة توزيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار لمكافحة تهريبها من خلال محورين أساسيين، الأول هو ميكنة ومراقبة عملية الشحن والتفريغ توزيع إلى محطات الوقود، والثاني هو ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات إلى المستهلكين. إلى الوضع في سوريا، حيث أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 35 شخصا اليوم برصاص قوات النظام السوري معظمهم في درعا وحلب. من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 40 جنديا نظاميا و14 من الثوار خلال معارك في ريف دمشق. تزامنا أفاد مصدر قريب من حزب الله اللبناني بمقتل 100 من عناصر الحزب خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام السوري في معارك ضد المعارضة المسلحة في مدينة القصير الحدودية بين سوريا ولبنان. أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات اليوم في رام الله مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن سبل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في غضون ذلك أكد مسؤولون فلسطينيون أن كيري لم يقدم حتى الآن أي إطار رسمي لعباس بشأن آليات استئناف المفاوضات، خصوصا ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من حل الدولتين على أساس حدود عام 67 ووقف الاستيطان. في الولايات المتحدة الأمريكية، حضر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بإحدى الأكاديميات العسكرية حدد قواعد صارمة لاستخدام الطائرات بدون طيار خارج مناطق الحروب، مع اتخاذ خطوات لمنع وقوع ضحايا بين المدنيين وقصر الهجمات على الأهداف الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الإدارة الأمريكية للمرة الأولى رسميا أنها قامت بقتل اليمني الأصل أنور العولقي وثلاثة مواطنين أمريكيين في ضربات بالخارج منذ عام 2009. انتهى الموجز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. والان عودة مرة اخرى الى برنامج من القاهرة والزميل جلال عوار. شكرا للزميل شادي شاش. وبالفعل مشاهدينا عدنا لنبدا الحوار الاول في حلقه اليوم، وكما تحدثت معكم في مقدمه هذه الحلقه ان لدينا في مصر اكبر مؤسسه دينيه على مستوى العالم تدافع عن الاسلام الصحيح الوسطي المعتدل، لكننا في مصر نعيش ازمه حقيقيه بسبب وجود جماعات تسمي نفسها بالجماعات الجهاديه، وما هي الا جماعات تكفيرية تكفر المجتمع وتكفر الحاكم وتكفر الجيش وتكفر كل أفراد المجتمع، ما عداهم هو كافر. أما من معهم فهو مسلم، فهو مسلم يعرف الدين الإسلام. على أي حال، بالأمس تم الإفراج عن جنودنا المحتطفين في سيناء من هذه الجماعات التي تدعي أنها تملك الحق والحقيقة وأنهم حرسوا الدعوة والقابضون على جمرها، وأننا عموم المسلمين مخطئون لعدم اتباع مذهبهم، وبعضهم بل ربما كلهم يكفروننا. الحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عبد الله النجار من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أنا أرجو أن يتسع صدر حضرتك لأسئلتي، لأن ربما بعض الأسئلة ستحمل سذاجة بشكل أو بآخر، لكننا نحتاج إلى الفهم. أنا قبل ما ندخل مع حضرتك في التفاصيل الشرعية والإسلامية والفقهية في التفريق بين هذه الجماعات وهل لها علاقة بصحيح الدين أم لا، دعني أسألك أولا، ما هو موقف مؤسسة الأزهر الشريف وعلماء الأزهر وهيئة كبار العلماء لعملية القرصنة على منابر المساجد في مصر؟
والله هي مصيبة كبيرة، لأن الأمر إذا وصل إلى غير أهله فهذا يدل على اضطراب المسار في أي مجتمع يناط الأمر فيه لغير المختصين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدين. الدين يحتاج إلى علم خاص وإلى خبرة خاصة وإلى تأهيل خاص حتى يصل الحكم الشرعي في موطنه وفي هدفه الصحيح. ولكن للأسف كما ترى المسألة مبنية على الغلبة وعلى القهر وعلى علو الصوت وعلى الاعتساف والتحكم الذي لا يقبل فهما ولا يقبل نقاشا ولا يقبل حتى أن يتعلم. ومن المصيبة أن التعليم الإسلامي بيقوم على احترام الصغير للكبير وعلى احترام التلميذ لأستاذه وعلى احترام القادم للسابق أو اللاحق للسابق، ولكن هؤلاء نسفوا كل هذه القيم الإسلامية التي انتقل بها العلم الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وقطعوا هذه السلسلة حتى تضطرب الأمور وحتى يكون الأمر على ما هو عليه. العلم الإسلامي مأخوذ عن الله عز وجل بالوحي، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، وبلغه الصحابة إلى التابعين، وبلغه التابعون إلى تابعيهم، وظلت سلسلة العلم تنتقل من الخلف إلى السلف، وقام الأزهر على هذه السلسلة حافظا ومؤديا للرسالة حتى جاء هؤلاء الأقزام الذين لا يرون مثل هذا التخصص ولا يرون مثل هذه القواعد، ونصبوا من أنفسهم علماء. وكان الشيخ الغزالي الله يرحمه يقول: يجلسون اليوم في مجلس الطالب ثم يقفزون على أريكة الأستاذ في الغد، وهم بحاجة إلى التعليم. فهذه مسألة يعني لا تتصل إلى طلب العلم ولا تتصل إلى العلم الإسلامي، وإنما تتصل بالخلل النفسي الذي يحتاج إلى العلاج، والذي يدعو المجتمع الإنساني أولا والمجتمع الإسلامي ثانيا، لأن القضية ليست قضية إسلامية وإنما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. صحيح. لأنها بتؤدي إلى خطر إنساني قبل أن تؤدي إلى خطر إسلامي. إلى احتواء هؤلاء الناس ليس للاستماع منهم والأخذ عنهم، وإنما لتقويمهم على المنهج الإسلامي الصحيح. أنا حابب أعرف من حضرتك، الحقيقة مسألة سيطرة أو قرصنة غير المؤهلين لاعتلاء منابر المساجد، هذه إشكالية كبيرة وكبيرة للغاية. نعم. لأن على الأقل يعني دعنا في يوم الجمعة فقط سيذهب من يصلي الجمعة ليجد شيخا أو إماما يعتلي المنبر ليبث هذه الأفكار. نعم. فالمسألة تحتاج من الدولة ومن الأزهر. نعم. ومن الأوقاف. هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الأوقاف في هذا الشأن أم لا؟ هل كل المساجد في مصر تتبع وزارة الأوقاف؟ هل وزارة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص في تحديد من يعتلي المنابر وبأي حق؟ يعلم أن وزارة الأوقاف استحدثت في سبعينيات القرن الماضي لتدير أوقاف المسلمين. نعم. وليس لتكون راعية لكيفية وطريقة الخطاب الديني. نعم. في المنابر هي تدير قطعة أرض، هي تدير مشروعات لصالح فقراء المسلمين كما أوقفها أصحاب هذه الأوقاف. ما لها وما للخطاب الديني؟ والعرف الإداري منذ زمن بعيد ربط بين الأوقاف وبين الدعوة الإسلامية. نعم. لأن الأوقاف هي فعل الخير والحسنات. صحيح. وهي صدقة جارية، وأحسن ما توقف عليه الصدقات هي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. ليس هناك ما هو أحسن من الدعوة الإسلامية. نعم. ولذلك كان الربط الإداري بين الأوقاف وبين الدعوة الإسلامية هو ربط تاريخي، وأصبح في من قبيل الأعراف التي يجب أن تحترم. لكن معاصرة منذ زمان بعيد. نعم. يعني كان الوقف إما على طلب العلم وإما على الدعوة الإسلامية، وكلاهما في مسار واحد. صحيح. والوقف أصلا هو وقف الأموال ورصدها على مجالات الخير. نعم. وليس هناك ما هو أخير ولا أحسن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فحدث هذا الربط ليس في مصر وحدها، وإنما في كل أنحاء العالم الإسلامي تجد ربط الأوقاف بالشؤون الإسلامية أو بالدعوة الإسلامية. ألا ترى دكتور أنه يحتاج إلى مراجعة الآن؟ يعني ما استقرت عليه الأعراف ربما لا تليق يعني دعنا نتحدث في المعاصرة، أحيانا نحتاج إلى إعادة تقييم لتجارب مضت، قد بعد بحث نجد أنها تحتاج إلى تعديل. لا، أنا في نظري ليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة أن من يقتحمون مجالات الدعوة الإسلامية يجب أن يوقفوا ويجب أن يؤهلوا. لكن هي المشكلة أن معظم المعروض من الدعاء هو معطوب في مجمله أو في معظمه، لم يتعلموا علما صحيحا ولم يؤهلوا التأهيل الكافي للدعوة الإسلامية، ولا بد من شغل الأماكن الموجودة
لكثرة من يحبون أن يستمعوا إلى العلم الشرعي، فدخل الساحة من لا يجيدون العلم ومن لا يجيدون الفقه الإسلامي، وحدث هذا الاضطراب. ده المشكلة مشكلة عامة، عرض وطلب، وبالتالي يجب أن احنا يعني نعيد هذا الأمر اهتماما أوفى، وأن احنا نهتم بتأهيل الدعاة تأهيلا خاصا يعطيهم القدرة على استيعاب الأحكام الشرعية وفهمها وإعطاء الصورة الصحيحة للإسلام، وليس هذه الصورة المختلة التي تصور نفرا من الناس وكأنهم قد أعطوا مفاتيح الجنة. إن الله لم يعطي مفتاح الجنة لأحد حتى يدخل فيها من شاء ويخرج منها من شاء، وإنما الكل أمام الله سواء، والله هو الذي يحكم بين الجميع، وليس هؤلاء الذين يكفرون الناس أو يخرجون هذا من الملة ويدخلون هذا في الملة. هذا نوع من الحمق، وهذا نوع من التعدي على مقام الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سيفصل بين عباده وسيفصل بين هؤلاء الأدعياء وبين أصحاب العقيدة الصحيحة، ولكن ذلك يوم القيامة وليس في الدنيا كما يظن هؤلاء الناس. الناس جميعا أمام الله في الدنيا سواء، أما يوم القيامة فسيكون الفصل في هذه الدعاوى التي يرفعها البعض ضد إخوانهم فيتهمونهم بالكفر ويزعمون أنهم هم أهل الحق والصواب وأن ما عداهم على الباطل. نحاول نستفهم من حضرتك عن بعض الأمور الفقهية أو بعض الأمور الشرعية، ولست يعني حضرتك قيمة وقامة دينية كبيرة، فبالتأكيد بالتأكيد سنستطيع أن نصل بالمشاهد الكريم إلى كيفية فهم الفرق بين الفكرين أو ما يعتقده الآخر عندما يكفر. بشكل تطبيقي هم يقولون مثلا أن فهمهم للدين الإسلامي صحيح 100%، وأن أفراد الجيش وأفراد الشرطة بما أنهم يعملون في إطار الدولة، وبما أن طبقا لبعض التصريحات الأخيرة لبعض القيادات التكفيرية، بما أن رئيس الدولة والنظام الحاكم والحكومة لا تعمل بشرع الله، فهم قد خرجوا عن الإسلام، وبما أن أفراد الجيش والشرطة تابعين لهذا النظام فكفروا هم أيضا، وبالتالي دمهم حلال. دي فكرتهم. إلى أي سند يستندون من الشرع؟ إلى أي آيات؟ إلى أي نص؟ إلى أي حديث يستندون في هذا الأمر؟ والله أنا لا أجد دليلا حتى أقول إن فيه دليل يستندوا إليه، لأن حرمة الدماء مصونة حتى لغير المسلم. يعني إذا كانوا يظنون أن الدماء مغتنمة بمثل هذا العبث الذي يتمثل في تفسيرهم للإيمان، هم يفهمون الإيمان فهما دفتريا من خلال الخلافات الفلسفية والنظرية التي تتحدث عن العقيدة وعن الذات وعن الصفات. والإيمان يا سيدي أسهل من هذا بكثير، وإلا فإن الله لم ينزل الإيمان للبسطاء من عباده حتى يبحثوا مثل هذه الأمور. الله لا يكلف الناس بما لا يطيقون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه إيمانا كإيمان العوام، يؤمن أن الله هو الواحد الأحد وهو المعبود الذي لا شريك له، وهو حين يصلي يصلي لله ويعبد الله ويتقرب إلى الله عز وجل. إنما بس هذه الأمور الفلسفية، الحلول والصفات الذات والصفات، هذه الأمور التي تتعلق بعلم التوحيد هي أمور يدرسها العلماء في طلاب العلم وفي قاعات البحث، ولا يجوز أن تخرج إلى العوام أو أن تكون حكما على إيمان العوام، لأن إدراكهم أقل، وربنا مش هذا بالنسبة للعام غير مطلوب بالنسبة له، لأنه يؤمن بالله إيمانا صادقا لا يعتريه شك، وإيمان هذا العامي أقوى من إيمان هذا المتفلسف الذي ينظر الإيمان من خلال دفاتر ومن خلال نصوص ومن خلال عبارات يفهمها فهما خشبيا متجمدا يبتعد به عن الواقع وهو يظن أنه على علم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل كل هذه الأمور أساس للإيمان، وإنما جعل الإيمان أمر سهل، أن تؤمن بالله. لما جاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أركان الدين وليس أركان الإسلام، قال له الإيمان أن تؤمن بالله، ما فصلش مسألة الإيمان، تؤمن بالله أي تعتقد اعتقادا جازما أن الله هو المعبود وحده وأنه لا شريك له، هذا كاف في مسألة الإيمان. وأنك حين
تتعبد لله عز وجل، تضع في يقينك أنك تتوجه بهذه العبادة إلى الله تبارك وتعالى. ومش كده وبس، وأنك حين تؤدي أي عمل من الأعمال تقصي حتى ولو كان من الأعمال الدنيوية، يعني أنت ذاهب إلى عمل، أنت ذاهب في مصلحة، أنت في أي عمل تعمله هو عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وتستطيع أن تحصل بها على ثواب الدنيا وعلى ثواب الآخرة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى في الحقوق المشتركة بين الزوج وزوجه إذا أدى الإنسان هذه الحقوق تعتبر عبادة مطلوبة لله عز وجل ويثاب الإنسان عليها. كل عمل يؤديه الإنسان إذا نوى به وجه الله تبارك وتعالى يثاب عليه دينيا ويفوز بثوابه وثمرته دنيوية. يعني مسألة فرض حتى لو شذ أحد أو خرج عن صحيح الدين، نعم، يفرضه بالقوة، وفيما عدا هذا يقتل أو يضر من هذه الجماعات. حاولوا قتل رحمة الله عليه، يعني الروائي والأديب نجيب محفوظ، قتلوا فرج فودة، الشيخ الذهبي قبل ذلك، ويعني الحقيقة أن الدفاتر والتاريخ سجل كل هذه الأمور. اعتادوا على السياح الأبرياء الذين يأتون إلى مصر، وأيضا لأنهم يعني يدنسون بلاد الإسلام من وجهة نظر هؤلاء، اعتداء أدى إلى قتل الكثير من كان يفد إلى مصر. وبرغم أن المولى عز وجل قال للنبي الكريم: لست عليهم بمسيطر، للرسول قال: كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. مش بس ده، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يعني حتى الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهديه، والذي يهدي هو الله تبارك وتعالى. هل وضعوا أنفسهم؟ قال لهم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأنا يعني هل هؤلاء الذين جزموا بأنهم على الحق هل ضمنوا على الله هذه الهداية التي هي من اختصاص الله عز وجل؟ هذه مصيبة، يعني يجب أن يعيدوا أنظارهم فيما هم فيه من فكر. الهداية من الله عز وجل، وإذا كانت الهداية من الله فالذي يحكم بوجود الهداية وعدم وجودها هو الله وحده. كل إن أنا أحكم وأقول إن ذا على هدى وهذا على ضلال، ذلك غصب اغتصاب لسلطات الله عز وجل، وهو أكبر أنواع الإجرام في حق الله تبارك وتعالى. يا أخي ده ربنا جعل بديل الإسلام التواصل الإنساني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الذي يستطيع أن يعلم التقوى والتقوى محلها القلب؟ ده خالد بن الوليد عندما نطق الرجل بالشهادة وقتله ووصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وقال له: أقتلته بعد أن نطق بالشهادة؟ قال له: لقد قالها خوفا من السيف يا رسول الله. قال له: هلا شققت عن قلبه؟ إنسان بيصلي وبيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله إلها واحدا لا شريك له ويعيش مع المسلمين، وتيجي تقول له: لا ده أنت لست على الإسلام وأنت كافر. وده اللي كانوا بيفطروا في رمضان بيأدوا فريضة من الفرائض الخمسة يا دكتور، نعم، ويقتلوا ساعة الإفطار والطعام. هذه مصيبة. يعني هو فيه نوع من الجهاد، يعني أنا شايف أنهم يؤدون خدمة لأعداء الدين لا يستطيعون أن يقوموا بها. يعني لو أنك أتيت بأعداء أعداء الدين وطلبت منه أن يكيد للإسلام وأن يظهر الإسلام، لأن الناس خلي بالك ما بيعرفوش الإسلام من الكتب التي قرأ، الكتب المشوهة التي قرأها هؤلاء. الناس لا يعرفون الإسلام من كتب، وإنما يعرفون الإسلام من سلوك المسلمين. النهارده في شرطي بريطاني قتل في بريطانيا أيضا، يعني على يد من يدعي أن هذا عمل جهادي إسلامي، وأعتقد أن تم مهاجمة بعض، مش أعتقد هذا خبر، تم مهاجمة بعض المساجد في بريطانيا احتجاجا على قتل أو مقتل الشرطي البريطاني. نعم. اليوم، نعم، يعني هذا يعني ليس من الإسلام وإنما هو نوع من الإجرام. يعني لا تقل إنه من الإسلام، ولكن قل إنه تفسير معتسف، إنه نوع من العسف ولي الأحكام الإسلامية حتى تصل إلى هذه المآرب التي لا تخدم الإسلام وإنما تخدم أعداء الإسلام. طيب عاوز يعني لبعض الوقت أستفسر، والسادة المشاهدين أعتقد أنهم محتاجين إجابات أيضا عن المسميات. نعم.
انا ممكن ارد لحضرتك واحل محل الغائب، يعني هم مش موجودين فانا احل محلهم، سالعب يعني دور محامي الشيطان في هذه القضيه. نعم الشيطان لا يحتاج الى محامي، يعني ما لديه من القدره على اقناع المجرم بان ما يفعله خير اكبر من اي محامي. طبعا نعم. فعاوز اقول لحضرتك، هيرد على حضرتك يقول لك يا دكتور انا جهادي وانا اجاهد في سبيل الله ومستعد ان اضحي بروحي فداء لله وفداء للاسلام، وهو يعلم او انا اعلم يعني لو بحل محلهم انني في هذه الحاله في الفردوس الاعلى وفي مرتبه عاليه في جنات النعيم، وكثير جدا منهم عملوا ده وقتلوا وكان املهم ان هم يستشهدوا. فانا اسال حضرتك، وحضرتك ساعتها يعني ضد الجهاد؟ انت ضد الجهاد في سبيل الله؟ انا لست ضد الجهاد، ولكن ليس هو هذا هو الجهاد المطلوب. الجهاد المطلوب ان يعف المسلم نفسه وان يغني وان يوفر للاسلام الحاجات التي تعز الاسلام والمسلمين. يا سيدي اراضي المسلمين بور، انت لو هؤلاء لو انا بقى اشوف كثيرين منهم يلبسون الغترة ويلبسون الثياب ويلبسون، لو سألت عما يلبسه لوجدت انه مصنوع بايدي غير اسلامية. والشيخ الغزالي عليه رحمة الله قال اسأل هؤلاء ان يخلعوا ما عليهم من الملابس التي صنعها غيره، التي صنعها غيره. عشان نبقى واضحين، ستجد انهم سيقفون عراه، البوذيون في الصين سيقفون عراه اذا سألتهم. هم يصنعون السجادة ويصنعون السبحة ويصنعون الثوب ويصنعون الغطرة ويصنعون الحذاء، لم يصنع المسلمون شيئا، لا في دفاع ولا في حين يحتاجون الى الطب يأتون الى يا سيدي هذا هو الجهاد. اذا ارادوا جهادا فليرون يرون من علمهم في مجال الطب مثلا، يبقى عندنا طب يخلي الغرب يجي يتعالج عندنا، عندنا اقتصاد بدل ما احنا دايرين نتسول ونجري ونتذمس الاسباب عشان نقول ان القرض ربوي او غير ربوي وان الاقتراب من الجهه الفلانيه حرام او حلال. كان من الواجب على المسلمين ان يكون الغنى في ايديهم وان تكون الدنيا معهم وليس ضدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا هي اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعود. اليد العليا هي اليد التي تعطي، مش تعطي. مش زي بعض الناس ما بيفهموا، فيهم سذاجه في فهم النصوص الشرعيه، يقول لك يبقى بص لا الواحد عنده حماس قوي ويفتح باب السياره واذا وجد متسولا نصابا ينتمي الى قال يخرج الجنيه ويعطي له، قال يعني هذه اليد، ليست هذه اليد العليا التي تعطي جنيها او جنيهين او ثلاثه. اليد العليا هي التي تعطي للناس علما، تعطيهم طبا، تعطيهم اقتصاد، هي التي تتصدق. انما تيجي تقول لي الاسلام والجهاد وانت متسول لا تملك طعامك ولا تملك شرابك، هذا نوع من الاسفاف ونوع من الخبل في التفكير، ولا يمت هذا الى الجهاد بالصلاه. جاهد في الارض، الارض تحتاج الى جهاد. انتم الارض تحتاج الى جهاد، والمحافظة على الماء يحتاج الى جهاد، والصناعه تحتاج الى جهاد، كل شيء يحتاج الى جهاد. وهذا هو ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاهد المسلمون فيه. الان العلاقات الدوليه لم تعد تعالج بالمواجهات المسلحه التي تتقابل فيها الجيوش، والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يجاهدوا هذا الجهاد وسماه الجهاد الاكبر، ان يجاهدوا في الحياه، ان يستخرجوا بركات الله من ارض الله، لان ما عادش النزاح المسلح لم يعد صوره تقليديه. وامنت الدعوه الاسلاميه الان انت تستطيع ان تقيم دينك في اي مكان من ارض الله بحكم الاتفاقات الدوليه التي تكفل لك حق العباده وحق ممارسه الشعائر الدينيه. يعني لان الوقت بدا يداهمنا، انا ما زلت امارس ذات الدوره، انا محامي الغائب، انا احل محل الغائب وهرد على حضرتك. يعني اذا ارادوا جهادا يذهبوا ليجاهدوا في الارض ويستخرجوا بركات الله من ارض الله، يغنوا المسلمين بدل ما هم دايرين يقترضوا قروض ويثيرون خلافات حول الربا وعدم الربا. يا اخي اشتغلوا وانتجوا، يجاهدوا في الارض، يفلحوا الاراضي ويفلحوا الصناعه ويتقنوا. انما مثل هذا الاسلوب يعني هذا العالم يضحك علينا. طيب العالم يضحك على المسلمين ويتصور هذا الدور دكتور عقيده بلهاء سأرد على حضرتك واقول لك الاتي. انتم تلومون علينا كجهاديين اننا وتوصفوننا احيانا بالمتشددين، اليس المسلم القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف؟ ما سبب وصفكم لنا بالمتشددين؟ نعم نحن متشددون اي قوة وفخورون بهذا يا سيدي. اي قوة وعدوك يستطيع ان ينسفك بزر وهو جالس في غرفة مكيفة،
أي قوة هذه؟ هي القوة العضلية؟ القوة هي القوة الاقتصادية، هي القوة الدفاعية، هي القوة الحربية، هي القوة العلمية. القوة هي قوة العلم. الإسلام أمرنا أن نتعلم وأن نكون علماء ليحترمون الناس، ليس حتى العلم النظري تدهور عندنا، حتى علوم الدين. يا سيدي علوم الدين، أليس هذا الذي يمارسونه هو انقياد لعلوم الدين التي تعلموها مشوهة؟ حتى علم الدين التي اشتهر به العرب والمسلمون منذ أن نزل الإسلام شوهوه بهذه الصورة. حتى العلم الشرعي شوهوه بهذا المنظر، مش العلم الدنيوي اللي سبقنا الغرب فيه، في 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 نظروا في آيات الله الكونية في البشر وفي الأرض وتقدموا، وإحنا عملين في مثل هذه الخلافات. ألم يأمرنا الله بالجهاد وبنشر الدين الإسلامي في ربوع الأرض وقديما؟ ومع بدء انتشار الإسلام بعد نزول الرسالة انتشر المسلمون، وكانت الفتوحات الإسلامية حتى وصل الإسلام إلى بلاد الأندلس، أسبانيا، حاليا أوروبا، وصل إلى بعض مناطق أفريقيا، وصل إلى الفلبين، وصل إلى اليابان. إذن ما العيد